السلام عليكم أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث. درسنا اليوم في مادة الرياضيات، وعنوان درسنا تقريب الأعداد وتدويرها المستوى الثالث. ما هو التقريب؟ كيف نقرب الأعداد؟ إذن عندما نريد أن نقرب الأعداد كما تكلمنا في الدرس السابق، نحدد منزلة التقريب أولا، ثم نحدد المنزلة التي تقع على يمين التقريب. إذا كانت 5 وأكثر فإننا نضيف 1 إلى منزلة التقريب ونضع أصفارا يمين منزلة التقريب. أما إذا كانت أقل من 5 نبقي منزلة التقريب على حالها ونضع أصفارا على يمين منزلة التقريب. لدينا المثال الآتي، لدي العدد 563، قلنا نحدد منزلة التقريب وهي 5. أحسنتم، يمين منزلة التقريب وهنا العشرات وهي 6. أحسنتم، إذا كانت 6 أكبر من 5 فإننا نضيف 1 إلى 5 فتصبح لدي 6، ونضع أصفار يمين منزلة التقريب يصبح لدي العدد 600. إذا قربنا 563 إلى العدد 600. التقريب إلى 1000، لدي العدد 8685، نريد أن نقربه إلى 9000، هل تقريبنا صحيح أو لا؟ هيا لنتأكد. لدي العدد، أولا نحدد منزلة التقريب وهي العدد 8. أحسنتم، ويمين منزلة التقريب وهنا المئات هي العدد 6. أحسنتم، هل 6 أكبر أم 5؟ نعم 6 أكبر، فيصبح لدي العدد، نقربه ونضيف 1 إلى الألوف ويصبح لدي العدد 9000، نضع أصفار يمين منزلة التقريب. لدي المثال الآخر، لدي العدد 5370، نريد أن نقربه، هل نقربه إلى 6000 أم إلى 5000؟ هيا لنرى. نحدد منزلة التقريب وهي 5، ويمين منزلة التقريب وهي 300، هل 3 أكبر أم 5؟ نعم أحسنتم، إنها 5. إذن ماذا نضع؟ نضع 5 ونضع أصفارا يمين منزلة التقريب، إذن نقرب العدد إلى 5000. شكرا لكم أبنائي الأعزاء.